اليوم عندنا الدورة العادية 10/10/2020 دازت في الأجواء مناسبة. بالنسبة للنقاط اللي دازوا في الدورة، دراسة وضعية الدخول المدرسي في هذه الظروف ديال جائحة كورونا، يعني الاحتياجات الضرورية اللي خصهم يديروهم التلاميذ، وكذلك النقل، هضرنا في النقل المدرسي اللي كيشتغل، واش يشتغل يوميا ولا يعني يلاه بدا النقل المدرسي عندنا في جامعة تنقرفة، وكخا كان بدا في الموسم اللي فايت يعني واحد شهرين، ولكن الحمد لله يعني سلمنا دابا الجمعية اللي كتدبر النقل المدرسي. وكذلك النقطة الثانية ملتمس إلى الجهات المعنية كمجلس الإقليمي ومجلس الجهة، وكذلك إلى الرئيس اللجنة الإقليمية للحصول على السيارتين، يعني سيارة الإسعاف وكذلك سيارة الأموات. هذا هو اللي يعني، وكذلك طبيعة الحال الميزانية فرض راسها حتى هي دوزناها، يعني واخا لنا فيها العجز وصوتنا على العجز، ولكن الحمد لله يعني دوزنا هاد النقط الثلاث. فعلا هناك 21 شباب من جامعة تنقرفة جاو كيعبروا بأنهم قالوا كيعبروا على الرأي ديالهم، ولكن جامعة تنقرفة راه فيها أكثر من 5000 نسمة. بالنسبة للماء حنا راه كيتوفر في جميع الدواوين ديال جماعة تنقرفة، لأن احنا جماعة تبارك الله، يعني الفرشة المائية ما كان عانيوش منها، ولكن عندنا الدواوير اللي مغطيين عندهم يعني في الدار، الماء في الدار كل ايت السيمور وزدار وايت السيمور وفلا، وكذلك يعني جمعية تاكنزا ونزاد، وعندنا يعني بعض يعني الدواوير اللي في دور الانجاز كتفراوت والسمهره وايضا الرقيق، ولكن حنا راه عندنا المجلس الاقليمي حتى يعني شاحنه اخرى رانا اشاره، وشاحنه الاولى حتى هي راه ديال المجلس الاقليمي اللي كتستغلها الجامعه واحد يعني العدد ديال السنوات هذه، وكيوصلوا المال لجميع الدواوير اللي في الجامعه. هذا بغاو يمارسوا السياسه من حقهم، لان هذا السنه ديال الانتخابات هي قريبة الانتخابات، وما لهم هاد الناس ما كانوش كيهضروا على هاد 5 سنين اللي فايتين على هاد المواضيع ديال الماء، لان احنا كجماعه راه كتوفر الماء بامتياز، وجماعه الرقم واحد اللي يعني عندهم الماء كيخلصهم بالثمن الرمزي. انعقاد ديال الدوره العاديه لجامعه تنقرفه، الامور كلها الحمد لله دازت بشكل عادي، وتم التصويت بالاجماع على جميع النقاط، وكان نقاش هادئ بين كافه الساده الاعضاء الحاضرين لاشغال هذه الدوره. اكيد بالتزامن مع الدوره كانت واحد الوقفه احتجاجيه عاديه ديال تقريبا واحد 30 شخص، وكنعرفوا بان جامعه تنقرفه راه فيها اكثر من 5000 نسمه، 30 فرد اكثر من 50% ديالهم واحد 15 واحد مساكنات على مستوى الجامعه، كاين اللي في جامعه سيدي مبارك، كاين اللي جا من اكادير، كاين اللي جا من طنطان، اللي غايه في نفس يعقوب، وفيها واحد 3 ديال الاشخاص اللي تيدعموا هاد الامور اللي هما فشلوا في الانتخابات ديال 2015، وهذه سنه انتخابيه لابد من ان يتحركوا شويه لاجل استماله الاصوات. وحنا هاد الامور الفناها وعرفناها، وهذا الشيء لا يؤثر، وحنا الحمد لله في بلد ديمقراطي، احتجاج مشروع والنقاش مشروع وابداء الراي حق مشروع. فقط بغينا انا في هذه اللحظه ومن خلال المنبر ديالكم بيتذكر هادو بان اذا تم استحضار ما فعله المجلس الجماعي ديال تنقرفه في طيله هذه 5 سنوات مقارنه مع عقود من الزمن 50 سنة، فاعتقد بان الحصيله جد 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 ايجابيه. اكيد حنا تنسمعوا لكافه الاصوات، وما عندنا حتى حاجه ضد اي كان، فقط هاد الناس خصهم يحشموا على عاراتهم. الى شي واحد كان كيقلب على سياسوية فهي هذه، إذا كان شي واحد باغي أنه يكذب على الناس، فما شاهدناه من أنك يمشوا يجيبوا ناس من خارج الجامعة باش أنهم يحتجوا أمام الجامعة باش يبينوا بأنهم عندهم واحد القوة، فاليوم اتضح بأن حتى واحد ما معاهم. للأسف هناك البعض ممن يمول هذه الأمور،
لاجل حسابات سياسيه ضيقه. فاليوم نازل تنقرفة كل شيء عاق وكل شيء عرف، وبعد ما انها كانت تعبئه لهذه الوقفه لاكثر من شهر، اليوم اتضح بانهم لا يمثلون احد 30 واحد، فيهم 15 من خارج الجماعه كيف ما قلت سابقا، جو من مناطق اخرى. فهذا رساله وهذه صفعه من ساكنه تنقرفة لهاد الناس انهم اللي كانوا بغاو يقلبوا الراي العام. الدوره تمت مناقشه فيها ثلاث نقاط اساسيه. النقطه الاولى متعلقه ب مناقشه اشكاليه الدخول المدرسي، هذه كانت فيها اجتماعات على مستوى الجامعه وكانت فيها تدابير على مستوى المؤسسات التعليميه، خاصه ما يتعلق بالمحافظه على السلامه الصحيه لمرتفقي المؤسسات التعليميه. النقطة الثانية كانت مخصصة رفع ملتمس إلى السيد رئيس مجلس الإقليمي ولا السيد رئيسة الجهة من أجل توفير سيارات الإسعاف. أكثر من ذلك ذهب السادة أعضاء المجلس إلى الإصرار على رفع ملتمس إلى السيد العامل بصفته منسقا للمصالح والإدارة داخل العمالة من أجل المحافظة على مقترح السادة أعضاء المجلس والذين اتخذوا فيه إجراء ومقررا من أجل تخصيص جزء من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأجل اقتناء سيارة الدفع الرباعية. هذه الخدمة خدمة اجتماعية، يجب أن يتم تخصيص هذا المبلغ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. النقطة الأخيرة والمخصصة لمناقشة الميزانية، طبعا لاحظتم على أن مجموعة من الأعضاء تطرقوا إلى مجموعة من النفقات الإجبارية، ولكن كذلك إلى مجموعة من النفقات التي تكتسي طابعا اجتماعيا استعجاليا مرحا، وبالتالي وجب يعني دعم وتغذية ميزانية الجماعة بمبالغ إضافية من أجل أن تستطيع الجماعة الوفاء بالتزاماتها. فيما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية، نحن نعتبر طبعا على أن هذه المسألة ديال الوقفات الاحتجاجية والمطالبة بالحق أمر أساسي ومشروع مكفول دستوريا، هذا لا نقاش فيه ولا جدال، ولكن كذلك نعتبر على أن الأمر فيه مجموعة من الإشكالات، مجموعة من المزايدات، على اعتبار أن مجموعة من الجهود بذلت على مستوى الجماعة ولكن كذلك على مستوى المجلس الإقليمي، وتم تغطية مجموعة من المناطق بالماء الصالح للشرب، يعني خدمة وصلت إلى أكثر من 60%. تنقل لك مثلا الساكنة ديال أسفل تنقرفة كلها مزودة بالماء الصالح للشرب. طبعا هناك مشاريع الآن في طور الإنجاز، السماهرة، يضرقيك، تفراوت، تراحلت، أخري إلى آخره، ولكن كذلك أكيد أن هناك حاجة ملحة لتوصيل هذه الخدمة إلى الساكنة العليا في تنقرفة. وهنا غادي نعود نرجع لاتفاقية الإطار التي انخرط فيها المجلس والتي كذلك ستكون بمثابة قفزة نوعية. أكثر من ذلك فالمجلس ذهب في اتجاه آخر من أجل إخراج حيز يتعلق به في إطار هذه الاتفاقية الإطار، وهذا مطلب ديالنا على مثلا غير أربعة الجامعات اللي خرجت الحيز ديالها والجزء ديال الدراسة ديال المتعلق بالماء الصالح للشرب باش تشتغل عليه في إطار خاص. أشغل الدور العادي ديال شهر أكتوبر 2020 دازت في أجواء جيدة، أجواء من الأخوة من بين الأعضاء. تم الدراسة على جميع النقاط بما فيهم مشروع ميزانية 2021. فقط كان واحد النقاش فيما يتعلق بالمشكل الماء، بالمشكل القطاع ديال الماء. فعلا هو المشكل ديال القطاع ديال الماء مشكل كبير على المستوى الوطني، ليس فقط على مستوى جامعة تنقرفة، وإنما احنا كمجلس جامعة تنقرفة صوتنا على اتفاقية إطار للتوقعات اللي وقعوها جميع الرؤساء المجالس ديال 19 جماعه 15 جماعه على مستوى اقليم سيدي فني. هذه اتفاقيه ديال الاطار مع الاسف احنا المجلس جماعه تنقرفه تم التصويت عليها بالاجماع وناقشناها وكنا فرحانين بها، والساكنه انه استبشرت خيرا بهذه الاتفاقيه ديال الاطار اللي غادي تغطي جميع الدواوير ديال جماعه تنقرفه. لكن كنتفاجئ مع الاسف دابا تقريبا الاربع سنوات دازت على هذا التصويت على هذا المشروع، لحد الان ما شفنا والو فيما يتعلق بهذا المشروع ديال اتفاقيه الاطار. انا هنا الرساله الى الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء على المستوى المركزي، انه علاش ما فعلوش لحد الان هذه الاتفاقيه ديال الاطار، علما انه
البنك الالماني دعم هذه الاتفاقيه بشي 60 مليار، كذلك الوزارات المعنيه. لحد الان هذه الاتفاقيه ما خرجت للوجود، وبالتالي يجب على المسؤولين وكذلك على السيد العام انه يترافعوا على هذه الاتفاقيه انه تخرج للوجود، لانه لا يعقد 4 سنوات اتفاقيه تم التوقيع عليها والصوت عليها ولحد الان ما خرجت للوجود. دوره الزراعيه بخير وعلى خير، كل شيء صوت بالاجماع. نتطرق لثلاثة النقاط. تلاقيس بالنسبه للدخول المدرسي، الحمد لله يبدا بخير وعلى خير. لنقيس كرا النقطه الثانيه الملتمس الى المجلس الاقليمي ديال الجهه، قيس لابيلونز نقل اموات الكاميو ومان. ثلاث الوقفه امس نبرا تكحق ضروري، غير لنقيس بعض الاشكاليات اللي قيسين وهي السياسه فقط. تناقشنا على المطالب اللي كان ضروريه، تناقشنا امان. بالنسبه للامانه امس نتا نقرفه، الحمد لله راه 80% كلشي استفد، 80% تقريبا كلشي اشكسي امان، ارتقى معنا 20% راس نتوفر شاحنه السهريج، تلاقي الشاحنه مجلس قسنات الشاحنه المجلس الاقليمي والشاحنه تيضني الخواص. المهم كلشي مدن تقريبا وصلت نوامر، واللي كان الاشكال فيما يخص هذه الاحتجاجات وهذه المسائل اللي وقعت في هذه المنطقه، هذه مجرد مسيسه من طرف بعض الاشخاص الذين يريدون عرقله تنميه المنطقه. فتعتن قرفه شفنا شي حوايج بحال مثلا الطريق الرابطه ما بين السمهره سميتو تنقرفه، الطريق الرابطه ما بين الاثنين قديم كذلك هي مزيانه، العديد من الطرق تكلفت بها المجلس الاقليمي المجلس القروي، بالاضافه الى النوادي النسويه، بالاضافه الى العديد من المنشات اللي ما شفناهاش. بالنسبه للماء الصالح للشرب تقريبا ازيد من 65% مزوده بالكهرباء بالماء الصالح للشرب، بحال السمهره ايدري المصرره في ان شاء الله في اقرب الايام غادي يتم الربط تاع المنازل بالشبكه تاع الماء. بالنسبه للمشروع تاع ترحل تيكيدر اسيف ندبكه المقاول غادي يبدا في هذه الايام القليله القادمه ان شاء الله باش يكون واحد الربط تاع الماء. بالنسبه لتاكنزا وسميتو وانزاد المسائل هما راه عندهم شبكه تيستافدوا من الماء. بالنسبه للمناطق الاخرى تغطات الجماعه كذلك بالمجلس الاقليمي غطوا جميع المناطق، ما كاينش واحد النقص، وانما هادو بغاو ياخذوا هذه المساله على اساس بانه باش يحطموا المجهودات الجباره اللي تيقوم بها سواء المجلس القروي او المجلس الاقليمي باش يوصلوا لواحد الهدف معين.